ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يفرج كرب الناس أجمعين يا رب العالمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. أعتذر لحضراتكم عن اللقاء اللي فات واللي قبليه لظروف صحية، وأسأل الله عز وجل أن يشفينا جميعا وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. تكلمنا من 3 أسابيع عن في ظل عرش الرحمن، وكلمنا عن مقدمة عن وصف عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وعن مدى عظمة العرش، وأن العرش هو أول مخلوقات الله سبحانه وتعالى. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يبقى عند كتابة المقادير كان قبلها خلق عرش الرحمن قد خلق، ويعني ده كان سابق لخلق القلم الذي كتبت به المقادير. يبقى تكلمنا عن خلق عرش الرحمن، وتكلمنا عن مدى عظمة عرش الرحمن، وتكلمنا أن المولى عز وجل خلق 4 أشياء بيديه، ثم بيديه سبحانه وتعالى، ثم قال لسائر المخلوقات كن فيكون. كان من بين المخلوقات التي خلقت بيده سبحانه وتعالى عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وتكلمنا بعد ذلك عن بداية، عن مقدمة لهؤلاء 7 الذين يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. 7 أصناف مش 7 أشخاص، يعني لو 7 أشخاص الموضوع يبقى حاجة بسيطة جدا، لكن هم 7 أصناف من البشر. هؤلاء 7 أصناف من البشر يوم القيامة، حينما يأتي يوم القيامة الناس جميعا ويقفون في أرض المحشر، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. ما فيش يوم القيامة أي معالم موجودة في أرض المحشر، يعني يوم القيامة لما يحشر الناس يوم القيامة على أرض المحشر، أرض المحشر أرض بيضاء بيضاء نقية، لا فيها معلم ولا فيها حجر ولا شجر ولا بناء ولا عمارة ولا صخور ولا أي شيء، أرض ملساء بيضاء مكشوف فيها الكل. قال جل وعلا وبرزوا لله جميعا، حتى إن الإنسان يوم القيامة إذا ظن هو ممكن يختبئ في أحد، يعني مثلا واحد قصير هيختبئ في واحد طويل، واحد رفيع هيختبئ وراء واحد سمين، ما فيش الكلام ده خالص. يوم القيامة يحشرون جميعا في طول واحد، عشان ما حدش يظن ان هو هيقدر يستخبى ورا فلان ولا ورا فلان. الموضوع خطير جدا جدا، بس الانسان يتفكر، الانسان يقعد يتدبر في هذه الامور. للاسف الشديد غفلة الدنيا وغفلة الانشغال بالدنيا، وزي ما بيسموها سكرة الدنيا، مخليها ناس كتيرة جدا ما بتفوقش من السكرة ديت الا عند نداء ملك الموت. ربنا يا رب يحسن ختمنا وختمكم اجمعين، واجمعنا واياكم يا رب العالمين على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقعد فكر في المسائل دي. بعض الناس بيقول لك طب وليه نقعد نفكر في الموت، وليه نقعد نبني يعني نبأس نفسنا، وليه نقعد نتعب نفسنا؟ ابدا ما فيش تعب ولا اي حاجه، بل ان لحظات الموت للمؤمن ديت عباره عن انفراجة الانسان من سجن الدنيا، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال الدنيا كل الدنيا بما فيها وما عليها من متاع زائل، الدنيا كلها سجن المؤمن وجنة الكافر. وذكرت لحضراتكم قبل كده القصة البسيطة التي دارت ما بين الحافظ ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، وكان قاضي القضاء في مصر، وكان هو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، حتى إن الإمام الشوكاني على فكرة في كتب كتير جدا شرح فيها صحيح البخاري، يعني صحيح البخاري ما هوش فقط فتح الباري، يعني فتح الباري كتاب من كتب كثيرة جدا شرحت
صحيح البخاري. لكن لما قيل للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة الله وسعة، كان من ضمن الطرف الجميلة التي تدور ما بين أهل العلم المخلصين اللي كان هدفهم الأسمى إن ربنا يكرم والعلم يوصل، مش مهم مين يوصل، مش مهم مين يوصل الخير، مهم من الخير يوصل. هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرم الناس جميعا بهؤلاء الناس جميعا اللي فعلا ربنا حفظ بهم هذا الشرع وحفظ بهم هذا العلم وحفظ بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلوا جهدهم في خدمة هذا الدين وفي خدمة سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الإمام الشوكاني رحمه الله رحمه الله سعن صاحب كتاب نايل الأوطار، لما أحد العلماء في عهده بيقول له يعني كثير من العلماء شرحوا البخاري، فلماذا لا تشرح البخاري أنت أيضا؟ الإمام الشوكاني إمام لا يشق له غبار، فقال له لا هجرة بعد الفتح، وهو يقصد طبعا بيعرض على أن لا هجرة بعد فتح الباري، يعني بعد كتاب فتح الباري الحافظ ابن حجر، قال له خلاص ما ينفعش حد يعمل أي شرح البخاري بعد فتح الباري الحافظ ابن حجر. فالحافظ ابن حجر في يوم الأيام خارج كده من بيته ولابس كده الحلة الجميلة ولابس لبس كده في غاية الأبهة والجمال، وكان هو يعني بيعتني بنفسه، وهو ده المسلم، يعني المسلم دائما إن الله جميل يحب الجمال، مش أنا عشان أكون راجل مثلا ملتزم إن أنا ما أكونش مثلا مهذب لحيتي، يعني مسرحها ومعطرها ولابس لبس كويس ومكوي وأكون مهتم بمنظري، ويعني ده المسلم، المسلم نظيف والمسلم جميل، الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. فحينما يرى المولى عز وجل أثر نعمته عليك، المولى عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبد، يعني أنت مثلا لو عايش في مستوى معين ربنا وسع عليك لازم يبان التوسعة دي عليك، وهذا من شكر النعمة إن أنت تظهر نعمة ربنا عليك سبحانه وتعالى وتشكر المولى عز وجل. وحينما يحدثك إنسان ما شاء الله أنت كنت بتلبس مثلا اللبس الفلاني، دلوقتي ما شاء الله بتلبس اللبس الفلاني، وكنت راكب عربية عاملة إزاي وبقيت دلوقتي راكب عربية أفضل، يقول له أيوة هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى من نعمته وكرم علي وسع علي، فلا بد إن أنا أظهر أثر نعمة المولى عز وجل عليه. فحافظ ابن حجر خارج من بيته لابس لبس كده في غاية الأناقة والشياكة، وقابل واحد يهودي كان لابس لبس مرقع وكان حاله يعني في غاية البؤس، وكان إنسان فقير جدا، فقال له يا إمام أريد منك شرحا وتوضيحا لحديث نبيكم حينما قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وأنت مع ما أنت فيه من الأبهة والثراء والجمال وكذا، وأنت في تعتبر في السجن، وما انا اعمل ايه بقى اللي انا في غايه الـ 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 يعني الفقر والضنك والضيق والفاقه. فقال له الحافظ ابن حجر يا هذا انا مع ما انا فيه من الثراء والابهه والجمال والحياه الطيبه اعتبر في السجن بالنسبه لما ينتظرني من النعيم في جنه الرب الرحيم لو مت على التوحيد والايمان، وانت تعتبر في جنه مع ما أنت فيه من الضنك والشدة والبلاء والشقاء، تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكار في نار جهنم لو مت على كفرك بالله سبحانه وتعالى. فقال اليهودي أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال أجل. قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لازم ينشغل بهذه اللحظات التي سيخرج فيها من الدنيا إلى الآخرة ويلقى المولى عز وجل ما منكم من أحد إلا سيكلمه رب. ده احنا يا جماعة في أمور الدنيا لما بقى مثلا ابننا في الثانوية العامة ولا ابننا في البكالوريوس ولا في الليسانس ولا بيحضر رسالة ماجستير ولا دكتوراه، بيبقى البيت كله يعني في حالة طوارئ عجيبة جدا، وبقى الناس كلها مشغولة، خد بالك ما تعليش صوت التلفزيون، خد بالك ما ترفعش صوتك، ما تعملش كذا، ما تخبطش عشان ابننا بيذاكر في الثانوية العامة، ولو في جار مثلا عمل إزعاج يطلعوا يكلموا بعد إذن حضرتك، ابننا في الثانوية العامة الله يبارك في عمرك، ولو في ولاد بيلعبوا في الكوره بالشارع فينزلوا يا حبيبي الله يبارك فيك العب بيا عشان ابننا في ثانويه عامه. شوف ودي ثانويه عامه، يعني لا قدر الله لو الانسان لو سقط هي عيد السنه، انما في امور الاخره لو رسب الانسان خلاص ما فيش غير الجنه او النار، ما فيش اكسترا تايم، ما فيش ملحق، ما فيش، خلاص هو فريقكم في الجنه وفريقكم في السعير، لا يستوى اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من الفائزين من أصحاب الجنة. فالإنسان لازم يفكر هو ده مستقبلك، هو ده حياتك، حياتك اللي منتظرك مش اللي انت فيه. ولذلك عند الموت يقول المولى عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة بثلاث حاجات، ألا تخافوا، ما تخافش من اللي جاي، ما تخافش اللي جاي، اللي جاي كله جميل ما شاء الله، لأن انت انشغلت بهذا الشيء، انشغلت بأمر الدنيا بأمر الآخرة،
وشغلت نفسك جدا بالاستعداد للقاء الله، بالاستعداد للميزان يوم القيامة، بالاستعداد للصراط، بالاستعداد لكل شيء، بالاستعداد للحظة اللي هتنزل فيها القبر، فكان عندك استعداد لكل هذه الأمور، فكنت مجهز نفسك. زي ما الرجل هيقول إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يبقى إذن لما الإنسان يستعد على طول بيبقى الآخرة بالنسبة له أمر يسير وجميل جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأمنا عائشة بتقول له: أكرهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. خد بالك، كلنا دي من أقوى ألفاظ العموم، كلنا بنكره الموت. مش بنكره الموت عشان مش عايزين نلقى الله، بالعكس، ده أسعد لحظة في حياتنا يوم ما نلقى المولى عز وجل، واللي أسعد منها يوم ما المولى عز وجل يمن علينا بلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. لكن الإنسان خايف من المجهول، لأن ربنا قال كده سبحانه وتعالى، قال في كتابه: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أمر ما كانش على بالك، ممكن يكون أمر ده على فكرة، يعني الآية يعني ترفع الرجاء في قلب الإنسان وترفع الخوف أيضا في قلب الإنسان. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بالبلدي كده في مفاجأة كبيرة قوي. المفاجأة دي إما أنها تكون في غاية السرور، وإما أنها تكون في غاية الحزن والأسى. بمعنى أن مثلا ولله المثل الأعلى، يجي مدير المدرسة يقول لطالب في المدرسة، يقول له: بكرة في مفاجأة خاصة بيك. المفاجأة بقى ديت محزنة أو فيها شيء من السرور، الله أعلم، بكرة تعرف. هتلاقي الطالب ده ما بينامش الليلة دي، يا ترى في إيه؟ يا ترى هيعمل لي مكافأة كده، ولا هيرفع درجاتي، ولا ناوي يسقطني ويفقدني مثلا سنة كاملة؟ بيبقى رعب. هو ده الخوف اللي بيبقى في قلب المؤمن، عنده حسن ظن بالله. طبعا شيء طبيعي، لازم احنا بنحب ربنا وبنحسن الظن بربنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، كما في الحديث اللي رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. بقى عنده حسن ظن بالله، طبعا عنده حسن ظن بالله، لكن عندي خوف لأن أنا عندي سوء ظن بنفسي وسوء ظن بعملي. سيدنا أبو بكر الصديق اللي كان بيقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله. سيدنا عمر بن الخطاب هو كده بيحسن الظن بالله لكن بيسيء الظن بنفسه. سيدنا عمر الخطاب: لو أن منادي ينادي يوم القيامة، خد بالك، أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لقلت أنه عمر، خد بالك. فإذا كان عندهم سوء ظن بأنفسهم، إنما عندهم حسن ظن بالله حاضر طبعا على وجه الخصوص، يعني دائما وأبدا. لكن الإنسان لابد أنه يتأهب ويتجهز ويأخذ بالأسباب. شوف دي أمنا عائشة لما بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أكرهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برحمة الله ورضواني، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن المنافق أو الكافر إذا حضرته الوفاة بشر بسخط الله وعذابه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فالملائكة لما بتنزل في هذه اللحظة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة بثلاث حاجات: ألا تخافوا، تخافش من اللي جاي، إحنا بنبشرك، وده مش من عندنا، ده من عند المولى عز وجل، إن هو بيبشرنا عشان نبشرك، فهم إزاي؟ ألا تخافوا، ما تخافش من اللي جاي، ولا تحزنوا، حزنا لي على الدنيا، أنت زعلان عشان إيه؟ اجتهدت وكنت إنسان عصام زي ما بيقولوا، وكنت مش لاقي تاكل، وبعدين فجأة لقيت نفسك ما شاء الله بقيت مليونير ولا ملياردير، وجمعت الثروات، وبقى عندك شركات وأصول، وعندك فلوس، وعندك، وتعبت جدا وبذلت عمرك كله وحطيت القرش على القرش حتى ما تبقى بالمنظر ده، وفجأة بعد كل ما وصلت لهذه الأبهة والثراء ده كله مت، فتركت كل هذا، فحزين، حزين من جواك، في قلبك حسرة إن أنت جمعت كل ده ولسه ما لحقتش تستمتع بأي حاجة من حاجات ديت. فالملائكة بتطمنك، بتقول لك: ألا تخافوا، ما تخافش، ولا تحزنوا، ما تحزنش على اللي فات، لأن اللي فات ده أصلا أنت بتظن إن أنت جمعت حاجة وهي أصلا حاجة ولا ليها أي قيمة بالمرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: لموضع صوت أحدكم، موضع الصوت ده صوت العصاية الصغيرة. شوف العصاية الصغيرة دي مثلا لو أدي القلم ده مثلا مرتين ثلاثة أدي ولا حاجة، لا تشغل المساحة حتى تساوي أعزك الله المكان اللي أنت بتحط فيه الحذاء بتاعك.
شوف الحذاء ده لما تكسر العصايه دي ثلاث اربع حتت وترصها جنب بعض يا دوب تعمل مساحه الحذاء، واخد بالك؟ ولذلك هو فعلا كده النبي عليه الصلاه والسلام في الروايه الثانيه قال: لموضع قدم احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. يبقى انا لو ربنا كرمني في الجنه مش بمكان بقى 5000 كيلو ولا 10000 كيلو ولا المساحات العظيمه دي كلها، لا، ده انت لو ربنا كرمك في الجنه بمتر في متر، ده المتر في المتر ده انا مش عايز اقول لك متر في متر، ده هو موضع القدم خير من الدنيا ما فيها. فما ظنك بمتر في متر؟ ده موضوع تاني، ده حاجه كبيره قوي فوق ما تتصور، لاني في الجنه يعني يعني حاجه لا تخطر على قلب بشر. انا ما اقدرش اوصف لك الوصف الذي يليق بالجنه، لان ربنا قال كده كما في الصحيحين: اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رأت، خلاص ما شفناش لكن ممكن نتخيل، ولا أذن سمعت برضه ممكن نتخيل، لكن راح قطع عنك بقى حبل التخيل ده وحبل التصور، قالك لا لا لا، وقف عقلك ده خالص والغيه في مسألة الجنة، لأن قال إيه؟ ولا خطر على قلب بشر. خد بالك، يبقى إذن الجنة فوق ما تتصور وفوق ما تتخيل. اقعد بقى جهز نفسك واقعد استعد من دلوقتي للحظة الجميلة الحاسمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ينادي فيها على أهل الجنة ويقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ تخيل حضرتك وتخيل حضرتك إن إحنا اللي أعملنا تعبانة جدا، ويلي صلواتنا ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، ويلي أعملنا والله العظيم ولا تساوي أي حاجة ولا نعتبر بذلنا أي حاجة. أحد الشباب بيتكلم فبيقول: يعني معقولة بعد كل اللي عملنا ده كله والعبادة وطلب العلم والسهر والتعب ده كله ممكن نخش النار؟ فأطره: أنت بتقول بعد كل اللي احنا عملنا ده، واحنا عملنا ايه؟ واحنا قدمنا حاجة؟ احنا عملنا حاجة؟ ده احنا نعتبر كأننا بنلعب، احنا نعتبر كأننا بنهزر. والله العظيم احنا لو نشعر بقيمة هذا الأمر وبقيمة كل لحظة في حياتنا وبإن الأمر فعلا جد خطير وإن فعلا هي مسألة مصير يا جماعة، إما في الجنة وإما في النار، ويا ريت في إعادة للدنيا مرة تانية عشان نتعظ ونتذكر ونبتدي نجتهد. لا، دي لحظات مش هتتعوض ومش هتتكرر، والحياة زي ما بيقول أهل الدنيا، أهل الدنيا الحارسين على الدنيا بيقولوا كلمة، يا ريت الناس اللي هم بيشتغلوا للآخرة ياخدوا الكلمة دي وينتفعوا بيها. أهل الدنيا يقول لك إيه؟ يقول لك أنا مش هعيش حياتي غير مرة واحدة، فيا إما استمتع بها صح يا إما ملهاش لازمة. واحنا فعلا نازل لازم نقول كده، بس كل واحد له وجهة، كل واحد له وجهة، كل واحد له طريق، كل واحد له هدف، وكل واحد له طموحات وآمال، طموحات غير طموحات أهل الدنيا وطموحات وأهداف غير أهدافهم. هم ممكن يكون أقصى ما يتمنوه في حياتهم إن هو ما يفوتش أي لحظة في حياته من غير ما يستمتع، من غير ما يتمتع بفلوسه بثرواته بشهواته بفسحه بخروجاته بسفرياته بأكله بشربه بنومه بسهره بلعبه بهزاره. إن أنت في قدامك هدف كبير جدا، إن وإن كنت بتحرم من بعض متاع الدنيا وإن كنت بتحرم أحيانا من بعض لذات الدنيا إلا إن قدامك لذة لا يعادلها لذة في الدنيا أبدا، وقدامك لذة كمان في الآخرة لا يعادلها لذة. لذة الدنيا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وفي مناجاة المولى عز وجل وفي الأنس بالله وفي أن الإنسان يكون قلبه صافي لله سبحانه وتعالى ومخلص النية لله سبحانه وتعالى. قال إبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم ده يعني سبحان الله لما تقعد تتأمل حياته، إبراهيم بن أدهم ده أبوه كان أمير، أبوه كان أمير وكان غني جدا، غناء لا تتصوروه، وفجأة كده يعني خلاص خطر على باله ان الدنيا مش مستاهلة كل دوت، ترك كل الثروات ورا كل حاجة وترك قصر أبيه وراح زهد في الدنيا وعاش عيشة لا تتخيلوها. كان بيجيب الخبز اليابس ده ويحطه في المية كده في البحر ويبله ويأكل ويقول وهو في البحر ونص رجليه كده ولحد ركبته ولا لحد نصف الفخذ في المية في البحر، يقول: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. تخيل حضرتك إبراهيم بن أدهم لدرجة أن لما والده ترك لي ثروة كبيرة جدا جدا، وبعدين أحد الناس اللي شغالين عندهم في القصر فضل يبحث عنه عشان يوصل له الخبر دوت، فإذا بإبراهيم بن أدهم أول ما قابله فقال: ماذا تريد من؟ قال له: والدك ترك لك ثروة عظيمة جدا.
قال أقول لك شيئا وخليه بيني وبينك. قال أجل. قال خذها لك، لا أريد شيئا منها. تخيل حضرتك هذا الأمر، لأنه الراجل شاغل نفسه بأمور أعظم من كده بكثير يا جماعة، أعظم من كده بكثير. إن الإنسان عارف إن الدنيا كلها لو إن ربنا ملكها لي أنا لوحدي وحرم منها جميع البشر، فهي في النهاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت، يعني ما حصلش والله، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الأمر خطير جدا، الأمر اقعد فكر كده، اقعد اشغل نفسك بالله، اقعد اشغل نفسك بالآخرة. يقول رجل من سلفنا الصالح اسمه ذنون المصري، يقول: والله والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، وما طابت الآخرة إلا بعفوه، وما طابت الجنة إلا برؤيته. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يرزق الإنسان لإخلاص النية سبحانه وتعالى، يفتح له في قلبه يعني أبواب الحكمة. تجد أن اللسان ده لا ينطق إلا بالحكمة. الكلمات اللي قالها ذنون المصري دي كلمات عجيبة جدا، كلمات لما تقعد حضرتك تجمعها عشان توصل المعنى ده، عايز توصل المعنى ده لإنسان، توصل له المعنى ده في يعني تشرحه في كتاب، ثلاث جمل يشرحه في كتاب فعلا. والله ما طابت الدنيا إلا بذكر، فعلا ما طابت الدنيا إلا إنك أنت تذكر ربنا. مش تذكر ربنا تقول بس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الموضوع مش كده. احنا قسمنا قبل كده كما ذكر الإمام ابن القيم، قسمنا الذكر لست أنواع: ذكر الله عند ورود الأمر، وذكر الله عند ورود النهي، وذكر الله في الأحوال والمناسبات، وذكر الله المقيد بالعدد، وذكر الله المطلق، وآخر أنواع الذكر هو أعلى أنواع الذكر: أن يكون الله منك على بال دائما، اللي هو اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا. إن أنت دائما شاغل نفسك بالله سبحانه وتعالى في لحظاتك، في سكناتك، في قيامك، في نومك، في حياتك، في أكلك، في شربك، في كل حاجة، فالله عز وجل هو آخر مذكور حينما تنام، وحينما تستيقظ هو أول مذكور. فالله عز وجل لا تنساه أبدا، لا في سكناتك ولا في حركاتك ولا في نومك ولا في حياتك. حتى لما بتقوم تقلق بالليل كده، أول ما تقلق تقول لا إله إلا الله، تذكر ربنا، تقول سبحان الله. حتى إن عقد الشيطان التي تعقد على مؤخرة رأس الإنسان كل ليلة، والحديث في البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم أو على مؤخرة رأس أحدكم ثلاث عقد، يعقد العقدة ويضرب عليها ويقول: عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم. فإذا قام المسلم فذكر الله، شوف أول حاجة، أول ما تقوم، شوف مش أول ما بتقوم بتمسك الموبايل وبص على المسجات والرسائل والمزد كله، لا لا مش ده اللي شغلني. ممكن أبص عليه بعدين، لكن أول حاجة شغلاني حينما أقوم من النوم، حتى لو أقلى بالليل أو أصحى عشان أصلي قيام الليل أو صلاة الصبح، أول حاجة أذكر المولى عز وجل، لأن المولى عز وجل مالي علي حياتي، ذكره مالي علي حياتي سبحانه وتعالى. لا أستطيع أن أنسى رب سبحانه وتعالى، ولا أستطيع أن أنا يعني سبحان الله أن أنا يعني أقول لا أستطيع أن أنا أعيش بدون ما أذكر المولى عز وجل لحظة واحدة. النبي عليه السلام يقول: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنك إن وكلك الله عز وجل إلى نفسك فقد وكلك إلى نفس أمارة بالسوء، تؤزك على الشر أزا، وتغدك للمعاصي، وتبعدك عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أما إن الإنسان لما يكون عايش حياته كلها في حفظ الله وفي كلاءة الله، الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتحس أن أنت قلبك في غاية الرقة وفي غاية السعادة وفي غاية الفرح حينما تشغل نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى والله ما طابت الدنيا إلا بذكري، ولا طابت الآخرة مش إلا بمغفرة، ما مغفرتي يبقى أتحاسب بقى، إنما العفو خلاص بقى مع السلامة، خد كتابك بيمينك وإيه وادخل الجنة. ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، وفي الجنة بقى الجنة كلها كوم والنظر إلى وجه الله كوم. عشان كده قال: وما طابت الجنة إلا برؤيتي. نكمل مع بعض ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. أعوذ فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير ذا. طلع البدر علينا
دعا لله دعا المطاع جئت شرفتا مدينة مرحبا يا خير دعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسبب كل بلاء في الدنيا يا جماعة هو نسيان الإنسان لآخرته. صدقوني لما تقعد تحسب كده إيه السبب اللي مخلي الناس كتيرة جدا مختلفة مع بعض، مشاكل ما بينهم وبين بعض، اللي يخلي الأخ يأكل ميراث أخته نسيانه لآخرته، اللي يخلي الإبن يعق أمه وأبوه نسيانه لآخرته، اللي يخلي الزوج يظلم زوجته أو يظلم أولاده نسيانه لآخرته، اللي يخلي واحد يأكل فلوس إنسان وينصب عليه وياكل فلوسه ويستمر هذا الامر نسيانه لاخرته، اللي يخلي انسان يعمل يسوي كل هذه الاشياء بسبب نسيان الاخره. لو ان الانسان والله العظيم مستحضر بس ان في اخره وان في يوم هيقف فيه بين ايدين ربنا، صدقوني هيشفق على نفسه من انه يظلم قطه قطه، لان النبي اخبر صلى الله عليه وسلم ان امراه دخلت النار في قطه في هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. الإنسان أول بأول رقم واحد يتحلل من المظالم، رقم اتنين يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مع عدم الترتيب، يعني مش قصدي دي أهم من دي، إنما المقصود إن مسألة التوبة بينكم وربنا أمرها يسير جدا. لو أذنبت ذنوب، وده مش معناه إن احنا بنشجع الإنسان على الذنوب، بس بقول عشان نبعث بس الأمل في قلوب الناس، لو أذنبت الذنوب تملى بها الأرض كلها. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني بشرط واحد لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنت تملأ الأرض ذنوب أنا أملها لك كلها مغفرة. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم، ومن أسمائه الودود سبحانه وتعالى. الله عز وجل غني عنا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم هو قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم لو قلب فرعون أبو جهل وأبو لهب ما نقص ذلك ملك شيئا. إذن المولى عز وجل ملكه لا يزيد بطاعتنا ولا ينقص بمعصيتنا، احنا اللي بنتأثر، احنا اللي بنزداد خير بطاعتنا لله سبحانه وتعالى، واحنا اللي محتاجين ان احنا نطيع ربنا سبحانه وتعالى. والمولى عز وجل لا يريد ان يعذبنا، قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. فالمقصود من وراء كل الكلام ده ان انت هيئ نفسك للحظة اللي تلاقي نفسك خارج من الدنيا ورايح لمجهول. ايه المجهول ده؟ المجهول اللي هو بالنسبة لك انت، هو بالنسبة لينا احنا يعني في كشارع وكقرآن وكسنة ده مش مجهول. النبي عرفنا والمولى عز وجل عرفنا الاخرة فيها ايه، التفاصيل الدقيقة طبعا ما نعرفهاش، لكن عارفين ان في الاخرة في ميزان وفي صراط وفي تطاير صحف وفي حساب بين يدي الله سبحانه وتعالى وفي صراط هنمر عليه وفي قنطرة بعد الصراط ما بين الجنة وما بين النار وفي جنة وفي نار. عارفين ده كله، التفاصيل غايبة عندنا شوية، لكن عارفين بقى التفاصيل التي ذكرت في القرآن والتي ذكرت في السنة، إنما التفاصيل اللي أدق من كده دي مفاجآت يوم القيامة. زي ما قلت لحضراتكم الآية في الجزء الأول من الدرس هي قول المولى عز وجل: وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. مفاجأة قد تكون سرة وقد تكون محزنة. لو كانت سرة يبقى الإنسان ممكن يكون في أعمال بسيطة جدا جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو وجه طليق وانت مبتسم، تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. يبقى إذن ممكن الإنسان يكون في أعمال بسيطة جدا لا تخطر على قلبك، يعني ممكن تقول إيه إن شاء الله لو ربنا كرمني في الآخر، إن شاء الله وعندي حسن ظن بالله هيكرمني مثلا بسبب قيام الليل، بسبب بر الأم وأبويا، بسبب كذا بسبب كذا. وقد يكون الإكرام بسبب غير ده كله. ده كله يكون سبب دخولك الجنة، لكن غاية الإكرام وغاية السعادة وغاية الارتقاء في درجات الجنة
ممكن يكون بسبب بسيط جدا هو مش على بالك. ممكن تقول حضرتك وانت بتنزل كل يوم من بيتك الصبحين في طفل يتيم في الشارع عندكم ابوه مات وهو صغير، فانت كل ما تعدي فتشوفه تطبطب على راسه كده وتحسس على شعره وتديله كده بونبونايه، تديله مثلا شوكولاتايه، واخد بالك؟ فممكن يكون كل الاعمال دي كوم واحسانك لليتيم دوت كوم. ممكن يكون كل اعمالك دي كوم، ممكن يكون احسانك لامراه عجوز قاعده كده على باب الشارع كده مش لاقيه، ملهاش حد لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا زوج ولا ابن ولا حد يكرمها ولا يسال فيها، فانت كل ما بتعدي كده اللي فيه النصيب تديها مره 5 جنيه، مره 10 جنيه، مره تبعت لها اكله حلوه كده اتعملت عندك كده تقول لابنك خد اديها كده دواها من اللي احنا بناكله. ممكن وانت راجع من بره كده راجع من شغلك عديت على محل حلويات اشتريت لها كده نص كيلو بسبوسه وخدي يا امي كولي زي ما احنا بناكل، ايه المشكله؟ واخد بالك؟ ممكن يكون الاعمال البسيطه دي التي لا تكلف الا اشياء بسيطه جدا ممكن تكون هي سبب دخول الجنه. حد عارف امرأة كانت تتاجر بعرضها، امرأة عياذا بالله كانت تزني ومش مرة ولا اتنين، كانت تتاجر بعرضها، كانت حياتها كانت شغلتها هي هذا الأمر عياذا بالله. امرأة بغي ومشية ولقت كلب عطشان سقته، سقت كلب وواضح انها في مكان ما فيش فيه حد ماشي، لان لو حد ماشي كانت تقول له سمحت شوية ماء عشان نسأل الكلب اعزكم الله. انها هي نزلت البئر بنفسها وعرضت نفسها للخطر وسقت الكلب لحد ما يعني ارتوى، ربنا شكر لها وغفر لها وأدخلها الجنة. هل هذه المرأة البغية هل كانت تتصور أن ربنا يتوب عليها ويغفر لها ويدخلها الجنة بسبب سقيا كلب؟ واقرأ ما بين السطور يعني خد بال حضرتك من حاجة، هذه المرأة التي تتاجر بعرضها وتفعل الفاحشة لما سقط الكلب الحديث لم يتكلم عن حالها بعد ذلك، لكن حالها يقرأ من حديث أن مدام ربنا سبحانه وتعالى شكر لها وغفر لها وأدخلها الجنة أكيد بعد ما سقط الكلب إحسانها لهذا الكلب كان سبب في أن ربنا يهدي قلبها ويشرح صدرها للإيمان وللطاعة وأن هي تترك الطريق ده وتمشي في طريق الطاعة. يعني مستحيل أن ربنا يغفر الإنسان ويكتبه من أهل الجنة ويتركها تعمل بقية حياتها العمال دي. ولذلك المولى عز وجل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم دي لو هتفهمها بمنظورنا احنا ايه ده؟ معقول ربنا بيقول اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ يعني يروح بقى يفعل الفواحش ويشرب الخمر ويعمل كذا ويعمل كذا وفي الاخر فقد غفرت لكم ويبقى طبعا ما دام غفرت لكم معناها ادخلتكم الجنه. الموضوع مش كده خالص، الموضوع ان ربنا سبحانه وتعالى من تمام مغفرته للعبد ان ربنا يوفقه للطاعه، ولو وقع العبد في معصيه ربنا يوفقه ان هو يسرع الى التوبه. زي يا جماعة زي المولى عز وجل في شهر رمضان كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. خد بالك بقى نهاية الحديث، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. كل ليلة في رمضان سواء 30 ليلة أو 29 ليلة في كل ليلة المولى عز وجل ينتقي عددا من العباد من الناس اللي عايشين على الأرض ويعتقهم جميعا من النار. يعتق بقى كل يوم بقى 100,000 نص مليون اللي ربنا يقدره. طيب اللي ربنا عتق رقبته من النار ده مش هو عايش في الدنيا لسه؟ مش وارد برضو يا جماعة أنه برضو هيعصى ربنا ويقع في معاصي وممكن يعزم بلا يعمل أشياء من الكبائر أو من الصغائر وغير ذلك؟ وارد، لكن خب حضرتك غلبت حضرتك أن من تمام عتق المولى عز وجل لأن فيه توابع للمغفرة وتوابع للعتق وتوابع للرحمة وتوابع للعفو. الموضوع ما بقاش كده فقط يعني عفوت وخلاص غفرت وخلاص بشرتك بالجنة وخلاص. الموضوع مش كده خالص بمرة، ده فيه توابع، في توابع. زي ما في توابع للزلازل في 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 الدنيا في توابع للخير، توابع الخيرات المولى عز وجل لها توابع عظيمه جدا. فمن تمام عتق المولى عز وجل للعبد من النار ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق العبد ده للطاعه. خد بالك بقى حته مهمه جدا، ربنا اعتق رقبتي من النار، طيب انا ممكن اعصي ربنا يوفقني للطاعه، طب ولو عصيت يوفقني للتوبه بحيث ان انا القى المولى عز وجل خلاص يعني
زي ما نقول كده خالص ومخلص، مفيش اي حاجه عليا خالص، ولو في شويه ذنوب بسيطه تكفر كده مع تشديد السكرات، ان ربنا يشدد عليا في السكرات، فخلاص بقيه الذنوب تخلص كلها، فالقى المولى عز وجل طاهرا مطهرا. فده من كمان رحمه ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا لما امر النبي عليه السلام انه يبشر، النبي بشر كم واحد بالجنه يا جماعه؟ تخيلوا لما تقعد تستقصي كده، انا طلعت 111 واحد، واخد بالك، من صحيح السنه بشرهم النبي بالجنه. المشهور عندنا العشر المبشرين بالجنه، لا انا طلعت 110 واحد، 110 صحابي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه. طيب 110 صحابي بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه، هل هؤلاء اللي ربنا يعني امر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه ان هو الا وحي يوحى، يعلمه شديد القوه، وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر 110 واحد بالجنه، اللي بشروا بالجنه دولت هل ممكن حد فيهم يشرك بالله بعد ذلك؟ دي مش وارد، ده مش في القاموس. هل ممكن حد فيهم يرتكب كبائر ولا يتوب منها؟ برضه مش وارد في القاموس. طيب وارد انه يرتكب كبائر؟ وارد. وارد انه يرتكب صغائر؟ برضه وارد. لكن ربنا سبحانه وتعالى هيوفقهم مباشره بعدها بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى والرجوع اليه، لان دول خاص من اهل الجنه. ما ينفعش انه يلقى المولى عز وجل باعمال فيها شرك ولا فيها كفر او غير ذلك، او فيها نفاق اعتقادي. النفاق العملي ما يعني امر وان كان شديد لكنه يعني ابسط يعني بملايين المرات من النفاق الاعتقادي. النفاق العملي اللي هو اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر، واذا عاهد غدر. الحاجات دي اشياء صعبه واشياء سيئه جدا، لكنها لا تخرج من المله. اما النفاق الاعتقادي فيخرج من المله من اوسع ابوابها. النفاق الاعتقادي ده عباره عن ايه؟ ان انا انسان، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، انسان بيبطن من جواه في قلبه الكفر بالله، ولكنه يظهر امام الناس الايمان والاسلام. زي مين؟ زي عبد الله بن ابي بن سلول وراس المنافقين اللي كان عايش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقين بقى اللي كانوا معاه، والاسماء نزلت من السماء الى النبي صلى الله عليه وسلم، وراح املاها لحذيفه بن اليمان وملله اسماء المنافقين، قال ولا تخبر احدا. عشان كده سيدنا حذيفه كان اسمه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخبر احدا الا عمر بن الخطاب. اللي حصل لعمر الخطاب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عمر الخطاب رجل يعني سبحانك يا رب، يعني رجل النبي عليه السلام يكفي انه قال عنه، والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. فعمر الخطاب، وفي رواية تانية عند احمد ايضا بسند صحيح، النبي عليه السلام بيقول ان الله اجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، ومع ذلك عمر الخطاب كان يعني لا يشعر بتزكية لنفسه أبدا. وقد نزلت آيات من القرآن توافق رأي عمر، يعني عمر الخطاب يقول رأي فتنزل الآية القرآنية برأي عمر الخطاب. في ورد في صحيح مسلم أنه قال وافقت ربي، والأصل وافقني ربي، لكنه من حسن الأدب مع ربنا أن أنا ما أقولش وافقني ربي، أنا مين عشان ربنا وافقني، إنما الأدب بقى أن يقول وافقت ربي، خد بالك. فعمر الخطاب يقول وافقت ربي في ثلاث، الحافظ ابن حجر بيعلق عليها بيقول لا ده مش ثلاثة بس، ده ربنا سبحانه وتعالى أنزل موافقات لرأي عمر الخطاب في أكتر من 15 موضع في القرآن. قال حضراتكم كان عمر الخطاب يعني مثلا النبي أحيانا صلى الله عليه وسلم كان يقول رأي معين، وأبو بكر يقول رأي معين، وعمر الخطاب يقول رأي معين، فينزل القرآن مؤيدا لرأي عمر الخطاب. لك أن تتخيل مثل هذا، فشيء عجيب جدا. فالشاهد في الموضوع ان سبحانك يا رب، فالانسان المفروض ان هو يشغل نفسه باخرته، ويشغل نفسه بان في يوم. ولذلك الحديث بقى سبعه يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل الا ظله. خد بالك بقى، شوف السبعه، سبعه ما بينهم ترابط عجيب جدا، وده هنشرحه ان شاء الله في الحلقه القادمه، ترابط غريب جدا، ترابط لا يخطر على قلب بشر. شوف امام عادل، امام عادل اه طبعا، وبعدين اللي بعديه على طول شاب نشا في عباده الله، وبعدين شاب نشأ في عبادة الله، قال لك ورجل قلبه معلق في المساجد، ده رقم ثلاثة. رقم أربعة ورجلان تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. وبعدين اللي بعد كده ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وبعدها رقم ستة ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وآخر واحد ورجل ذكر الله قاريا ففاضت عيناه. اللي كان بيربط السبعة دول يا جماعة مراقبة المولى عز وجل، صدقوني
اكتر حاجه، لانه خد بالك من حاجه، ايه اللي خلى النبي جمع السبعه دول في حديث واحد؟ طب ما دول يعني دول ناس يعني كل واحد في ناحيه، امام عادل في ناحيه، رجل دعته امراته ذات منصب وجمال في ناحيه، واحد ذكر الله في خالين فضت عيناه، ده يعني ايه؟ النبي جمع اشياء كده يعني كل حاجه في ناحيه وجمعهم كلهم في حديث واحد. ليه؟ لان السبعه دولت اكتر حاجه جمعتهم هي مراقبه المولى عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى، وكانت كل حاجه بتمهد للي بعدها. امام عادل خلاه في الاول ليه؟ لان الامام العادل ده بناء على عدله ده هشوف كل الدنيا هتروح حوالين، والايمان سينتشر والطاعه ستنتشر والنشء الطيب هيطلع والناس هتبقى في غايه الايمان والتقوى. خد بالك ان امام عادل هيامر الناس بالالتزام بالكتاب والسنه، وهيامر الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلي الارض ممهده ويملاها بالعدل والحكمه والرحمه واللين والرفق، وينشر العدل ما بين الناس ويرحم الناس ويكرمهم إلى غير ذلك. فبناء على وجود إمام عادل شيء طبيعي كل النشء بقى اللي طالع فيه لما يلاقي الإمام ده عادل، واخد بالك، مش هيبقى خايب بقى أنه يعبد ربنا لحسن يتبهدل ولحسن يحصل له مش عارف إيه ولحسن، لا، هيطلع يلاقي الدنيا أمان. ونعمة الأمان دي نعمة عظيمة جدا جدا، من أعظم النعم، أعظم من الأكل والشرب. خد بالك، شوف دي يعني المولى عز وجل يعني ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، خد بالك، فقدم الأمن على الرزق، فالأمن أهم من الرزق، وخد بال حضرتك. فلما يكون إمام عادل خلاص تلاقي بقى الجيل اللي طالع كله كده، لما يلاقي الإمام عادل يطلع كله محب لله، محب للرسول صلى الله عليه وسلم، محب للدين، محب للالتزام، محب للكتاب والسنة، محب للصلاة، محب للعبادة. عشان كده قال بعدها على طول قال لك وشاب النشأ في عبادة الله، ما دام الأرض ممهدة للخير دوت على طول يطلع بعدها إيه؟ شاب النشأ في عبادة الله. طب الشاب النشأ في عبادة الله ده هيروح فين بقى؟ هيروح صلاة ديسكو ولا هيروح خمارة؟ على طول المسجد، فيش غير المسجد. عشان كده بعدها مباشرة شوف بقول لك أمور معلقة كلها إيه؟ عبارة عن إيه؟ يعني عايز أقول لك إيه؟ عارف سلسله كده مترابطه مع بعضها. شاب نشا في عباده الله على طول بعدها قال لك ايه؟ ورجل قلبه معلق في المساجد. وبعدين ما قالكش قلبه معلق بالمساجد، قال لك لا في المساجد. يعني واحد كده يخش المسجد ويصلي بيعبد ربنا بيذكر ربنا بيقرا قران بيقوم بيصلي التراويح، قلبه سابه بعد ما خرج سابه متعلق فين بقى؟ مش في الارض، لا في السقف معلق. ليه؟ عشان ما ياخدوش بسهوله. فما يخرج بره بالبلد كده قلبه موجوع لحد ما يخش المسجد ويرجع لقلبه تاني في الصلاه اللي بعدها. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال وجعلت قره عيني في الصلاه. يبقى هذا الشاب او هذا الرجل اللي دخل المسجد عشان يصلي، ان المسجد في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش للصلاه بس، ده كان للصلاه ولسائر انواع العبادات وقيام الليل وقراءه القران وتعليم العلم ودراسه الاحاديث ولذكر المولى عز وجل، مش ذكر جماعي كل انسان قاعد بيذكر ربنا لوحده، خد بال حضرتك، ولخروج السرايا للجهاد وخروج الغزوات وللنكاح والزواج وحل مشاكلهم وقضاياهم ومجالس الشورى. المسجد كان منهج حياه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما حب أول ما وصل المدينة، لما حب يقيم دولة إسلامية، أقامها بثلاث حاجات. رقم واحد إقامة المسجد، رقم اثنين المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، رقم ثلاثة المعاهدة التي كانت بينه وبين اليهود في المدينة. نكمل مع بعض إن شاء الله السبعة الذين يظلهم الله في ظله المرة القادمة. فأسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يغفرهم، أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء. اللهم من أراد مصر بخير فأوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في تونس، وأغث إخواننا في ليبيا، وأغث إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي جميع بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين.
اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يد الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لقاء معكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم الساعة 9:30 إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفتا مدينة مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا.